تم افتتاح المكتبة المركزية في كلية الإمام الكاظم أقسام بابل بعد المساهمة الكبيرة والفعالة من قبل العتبة العباسية المقدسة، حيث قامت بتقديم الرفوف الخشبية التي تحوي الكتب العلمية لهذه المكتبة، كما ساهمت برفدها بالعديد من الكتب العلمية وفي مختلف الاختصاصات. ونحن بدورنا نثمن هذا الدعم اللامحدود من قبل العتبة العباسية، ونتمنى أن يدوم هذا التعاون بين كلية الإمام الكاظم وبين العتبة العباسية المقدسة. قام أخواننا في قسم الصيانة الهندسية كوادر العتبة العباسية في شعبة الحرف الفنية بالاستجابة لطلب الأخوة في كلية الإمام الكاظم سلام الله عليه بتأسيس المكتبة المركزية لهذه الكلية بمجموعة من المكتبات من خشب الصاج ومكاتب للأخوة العاملين في هذه المكتبة، إضافة إلى مكتبتين مشجرتين، وهذا كله بتوجيه سماحة السيد لدعم المجهود المعرفي والجوانب العلمية لهذه الكلية ولكافة الكليات والمنتديات الثقافية والعلمية في البلد بصورة عامة.